سأل عن قضاء السنن الرواتب، هل هو مشروع أو لا؟ نعم، يستحب للإنسان أن يقضي السنن الرواتب إذا فات وقتها، فإذا فاتت سنة الفجر صلىها الإنسان بعد صلاة الفجر أو في الضحى، وإذا فاتت سنة الظهر البعدية شرع للإنسان أن يصليها ولو في وقت صلاة العصر. وقد جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة البعدية للظهر فقضاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فدل هذا على تأكد السنن الرواتب وعلى أنه يجوز قضاؤها حتى في أوقات النهي، ودل ذلك على أن قضاء ذوات الأسباب أو قضاء السنن الرواتب من ذوات الأسباب، وبالتالي نقول بأنه في الوقت الموسع من أوقات النهي يجوز فعل ذوات الأسباب.